هنحل النهاردة مشاكل متصفح كريبتو تاب لتعدين البيتكوين. زي ايه المشاكل اللي بتواجه الاعضاء؟ زي مثلا مشكلة السرعة، في ناس بتنزل الرابط جديد ما بتاخدش السرعة. هنحل المشكلة دي دلوقتي مع بعض. عدم تفعيل الباقة، في ناس بتنزل التليفون او بتنزل المتصفح عفوا على التليفون ومش بيتفعل معاها، يعني ما بيظهرش كده، ما بيظهرش تعدين عندهم. هنحلها النهاردة. مشكلة كمان جاتني في الاسئلة هي عدم استخراج الساتوشي. في ناس كتيرة بتقعد يوم كامل وبتقول لك احنا بنخرج ساتوشي في اليوم او اتنين او تلاتة او جودة. مشكلة كمان كتبها لي بعض الاعضاء. لو انت برضو عندك مشكلة اكتبها لنا تحت. زي مثلا الجهاز الكمبيوتر اللي بيعدن على الجهاز الكمبيوتر ما بياخدش نفس السرعة. المتصفح غير مدعوم، دي مشاكل جت في الاسئلة. مثلا الوقت الوصول البيتكوين لما بتعمل سحب، الحد الادنى للسحب لا يمكنك السحب. فكل المشاكل النهاردة هنحلها مع ربح العملات الرقمية. لو عجبك المعلومات اعمل لنا لايك، لو انت مش مشترك اعمل لنا اشتراك. طبعا نفكر الناس ان في 5 فازوا معانا امبارح، كنا عاملين مسابقة هنبعت لهم دلوقتي لايف قبل ما ندخل في الموضوع. كل واحد طبعا فاز بخمسة روبل، بعتوا لي 2 فاضل 3 هنبعت للاتنين دلوقتي مباشر على اللايف. طيب قبل ما ندخل في الموضوع نبعت الجوائز لايف للناس ونفكر الناس بالكود. طيب الكود هيبقى، هديكم كودين دلوقتي، 2 2، باقي 3 اكواد نكملهم مع بعض. هنخش دلوقتي على باير نبعت للناس. طبعا انا كنت مسجلهم هنا الناس اللي هي فازت معايا، دي المحافظ اللي اتبعتت لي. هناخد طبعا المحفظة الاولى. خدناها كورتار. نرجع طيب على باير. نيجي هنا على الباير، على ترانسفرنسيا، تختار الباير، تعلم هنا الروبل، هنا بتحط الكمية 30 روبل. مبروك عليك يا نيك. ده عنوان محفظته، وبتيجي هنا تقول له اوكي 20 30 روبل. مبروك عليك انك هي دلوقتي وصلته المحفظه. اكيد دلوقتي بيقول الله هو بيسجل فيديو. انا كنت مسجل اصلا الاسئله، كنت كاتبها لكم دي الاسئله. نرجع طيب نبعت للشخص التاني عشان ما نطولش الفيديو عليكم. ناخد العنوان التاني، نرجع على المحفظه زي ما متعودين. الرساله عادي طبعا. تفوز ازاي بالجائزه ديت؟ احنا عملنا فيديو ازاي تفوز بالجائزه، بنقول 5 تكواد قلنا منهم كودين، فانت تجمع الخمس تكواد وتقولهم اول واحد. ولكن المره دي ما تكتبهمش في الشات هنا، لان في ناس حراميه بياخدوا على طول من الشات من غير ما يشوفوا الفيديو. تكتبهم لي على طول في البيج او في قناه التليجرام. ويفضل تقول لي اخر كلمه قلتها بعد الكود، يعني تقول لي الكود وقول لي كلمه قلتها. تاني واحد نكتب هنا 30 روبل، هنا نحط محفظة الشخص اللي فاز التاني زي ما واضح حضراتكم. ده المحفظة التانية. تك تك، مبروك عليك يا نيك وصلته. طيب الناس دي فين اللي انا ببعت لها يا جماعة عشان تبقوا واخدين بالكم من الموضوع؟ الناس ديت كانت في الفيديو ده اللي هم دولت. مبروك عليكم عشان يبقى كل حاجة واضحة للناس. الناس اللي هي كانت بتجاوب هنا ده بعت له ده حاليا دلوقتي. اعمل لايك وقول فعلا وصلك ولا لا، اللي هو ده. وده تاني واحد اللي هو وصله. في 3 لسه ما بعتوليش الكود لحد دلوقتي على البيج. ندخل في الموضوع على طول طيب عشان ما نطولش مع بعض على المشاهد. ده كان موضوع حياتنا النهارده. اول حاجه هسيب لك رابط تحميل المتصفح. بمجرد ما تدوس على رابط التحميل المتصفح تلقائيا هيدخل معاك في صفحه زي كده. لو فتحت الصفحه زي كده اعرف ان انت هتاخد فري، ولكن الفري ده لايه؟ لاي مستخدم جديد. طيب المستخدم القديم اللي هو نزل من عند عايز ياخدها مره تاني، انا عارفكم كلكم عايزين تعملوا الشغل ده، مفيش اي مشكله. ولكن هتحتاج انك تدخل على جهاز جديد، لان جهازك ده اتحفظ خلاص. هتقول لي احذف البيانات واعمل، مش هينفع على كريبتو تاب، لازم تعمل في جهاز جديد وما ينفعش تدخل من نفس الايميل. هتحتاج جهاز جديد وايميل جديد وهتاخد الباقه. طيب الباقه ديت قد ايه؟ شهر فقط يا جماعه.
بتاخد المده شهر دي، بتاخد دي شهر. طيب في الشهر ده يسمح ليك ان انت دلوقتي مفعل باقه، ينفع تاخد البرو وتاخد اكتر من جهاز، وهنحل المشكله دي. لو عندك 5 اجهزه تقدر تستخدم 5 اجهزه بنفس الحساب، وبتقدر تكسب 5 في 2، مش 5 في 1، 5 في 2. فدي اول مشكله اللي هي مشكله السرعه. السرعه بتكون لاي حد بيسجل من عندي في الرابط بياخد السرعه، ومش شرط تاخدها، يعني ممكن تدخل عندي في الرابط وما تاخدهاش. ليه بقى؟ اكيد انت دخلت من التليفون ده على المتصفح ده قبل كده، او اكيد نزلته قبل كده وانت مش فاكر. لازم يكون التليفون اول مره ينزل عليه المتصفح عشان تاخد الفري. الفري طبعا بيكون شهر واحد، وهنا بيقول لك طبعا استوفرت تانية اونا كانت داد ليميتد، يعني بيقول لك هنا ليها شهر، ليها مده معينه مش على طول. فده اول مشكله واجهت الناس كلها. هسيب لك الرابط، التحميل بيكون اسفل الفيديو. الناس الجديده فقط اللي هي اول مره تنزل الابلكيشن هياخد الهدية. وطبعا في ناس كتير اخدت الهدية، ياريت تكتبوا لنا في التعليق انتوا اخدتوا الهدية ولا ما اخدتوهاش. ده كانت اول مشكلة. طيب تاني مشكلة، عدم تفعيل الباقة. طيب عدم تفعيل الباقة يا جماعة، ما فيش تليفون اندرويد فيه اعلى من 3 رام، يعني من بداية 3 رام وطالع هيواجهوا المشكلة ديت. اللي بتواجهوا المشكلة عدم تفعيل الباقة بتكون تليفونات اقل من 3 رام. طب انا عندي تليفون وبعدل بيه من 3 رام، تعمل ازاي؟ سهلة جدا. لو منزلش معاك المتصفح من جوجل بلاي، اللي هي مشكلة عدم اسمها ايه؟ المتصفح غير مدعوم عندكم، هتيجي هنا على المتصفح بتاعك. سهلة جدا، هتروح كده على المتصفح وهتكتب كريبتو تاب، وبعد كريبتو تاب تكتب A B K. لو انت مش لاقيه في المتصفح او غير مدعوم، هتروح كده عليه تعمل تنفيذ، هيظهر لك حاجات كتيرة جدا كلها ديت اي بي كي، تنزل من عندها مفيش اي مشكلات، تخش على اي واحدة فيهم وتنزل بدون مشكلة. طبعا تعدي الاعلانات اللي انت بتشوفها، مثلا ده هتلاقيه اي بي كي، ده موجود. يعني اي بي كي يعني تقدر تاخده وترفعه وتنزله، تاخده على فلاش، تاخده على كمبيوتر، تاخده على اي مكان، تنزله على اي جهاز. فلو انت عندك مشكله عدم ما بتشتغلش الباقه او غير مدعوم، فاحنا دلوقتي حلينا مشكلتين، مشكله السرعه ومشكله الباقه. تالت مشكله معانا اللي هي مشكله الحاسوب. الناس اللي بتعدن على الاجهزه الكمبيوتر، السرعه ما بتاخدهاش زي سرعه التليفون. ليه؟ ايه الفرق بين الكمبيوتر وايه الفرق بين التليفون؟ طيب الاعلانات اللي بيعرضها المتصفح، او الاعلانات الربحيه اللي بيكسب منها المتصفح وبالمقابل بيديك بيتكوين، بتكون اعلانات هواتف لوحيه، ما بتكونش اعلانات كمبيوتر. حتى انت لو لاحظت وانت عندك كمبيوتر، لما بتفتح المتصفح ما بيظهرلكش اعلان نهائي، بتفضل الكمبيوتر مفتوح وبيعدل بالسرعه بتاعته، ولكن ما بيظهرش اعلانات. ده ايه السبب؟ السبب ان هم الشركه مركزه على الجهاز اللوحي. الجهاز اللوحي زي مثلا تليفون، تابلت، الحاجات اللي هي بتاخدها انت في ايدك، مش الحاجات اللي انت بتسيبها لان هم عارفين الجهاز الكمبيوتر ده جهاز آلي، ممكن تجيب له اوتو كليك وتخليه 24 ساعه في 24 ساعه يعدل. فهو مش عبيط يسيب لك التعدين على الجهاز. ليه بيديك مده قليله؟ لان عارف ان في ناس كتير عندها سايبر، زي سايبر مان، فيفتح السايبر كله من جهاز واحد. لازم تكون ذكي لو انت عندك شركة زي الشركات دي، تبقى بتفكر لقدام. فمتصفح على الكمبيوتر هيتعدل ولكن مش هيديك نفس السرعة، ممكن تاخد 5 10 8 7 على حسب الرامات. في الكمبيوتر بيتعلق بالرامات، ملوش علاقة خالص بالامكانيات دي الجهاز، ولكن في الكمبيوتر بيتعلق بالرامات. يعني كل ما تكون راماتك اعلى كل ما بيعلي في الجيجا. انما في التليفون بتكون السرعة ثابتة، لو انت واخد المجاني من عندنا بتكون 300، لو انت واخد العادية اللي هي مدى الحياة بتكون 1500. طيب المشكلة التالتة، ازاي نسحب من الابليكيشن؟ طيب تسحب من الابليكيشن، خلينا بس ننزل الابليكيشن الاول عشان ناخد الهدية معانا قدام مع حضراتكم دلوقتي، وبعد كده نشرح ازاي تسحب من الابليكيشن. طيب هسيب لك الرابط اسفل الفيديو، بمجرد ما تدوس الرابط هتفتح كده، هتدوس عليه ابرير، هيحولك مباشرة على المتجر بتاعك. زي ما احنا متفقين النت عندي سريع، بينزل بسرعة، ما بياخدش وقت. باقي الكود 2 2، فاضل لنا كود واحد دلوقتي. طيب نزل الابليكيشن معاك بالشكل ده، بتقول له اوكي موافق. اول خطوات هي للجديد، للناس اللي هي ما تعرفش جديد،
بيفتح معاك بالشكل ده، بتيجي هنا تقول له امبيسار موت. الصفحه دي معناها ان انت تخليه افتراضي، لو انت عايز تخليه افتراضي. يعني ايه افتراضي؟ بمجرد مثلا حد بعت لك رابط فبتدوس على الرابط بيفتحك على طول على جوجل كروم او اي حاجه عندك. فانت لو عايز تخليه افتراضي فبتسيبها افتراضي، مش عايز تخليه افتراضي بتقول له لا مش عايز افتراضي، ما بيخليك اجباري يعني. هنا بعد كده بيقول لك ابدا تعدين معانا، بتقول له اوكي عايز ابدا تعدين، انا جاهز للتعدين. هنا طبعا بتقول له عايز اختار الحساب، احنا قلنا هتدخل بحساب جديد وبتليفون جديد عشان تاخد الهديه. بعد كده بتختار الحساب اللي انت بتدخل بيه حضرتك. بالشكل ده بيكون معاك التعدين العادي. انا ليه ظهر معايا التعدين العادي؟ لان احنا الجهاز ده عندنا في المزرعه عمره ما هيظهر 2 في 1 زي ما احنا اتفقنا في البدايه. طيب هتعمل ايه عشان تعدل؟ انت الصفحه عندك كده لسه جديده وعنده ده صفر وكل حاجه صفر. طيب كل حضرتك هتعمله هتيجي هنا على اكتفار وتدوس اوكي. هيطلب منك بن، دي مشكله البن اللي هي الناس اللي بتقول لك ازاي انزله وبيظهر لي بفلوس والكلام ده. لا، البن مجاني يا جماعه، مفيش حاجه اسمها بفلوس، تمام؟ فانت بتيجي هنا على تحت وتقول له اوكي، بيحولك مباشره على البن بتاعك. طيب قدامكم هو مجاني مفيش حاجه بفلوس، بتنزل البي ان، ده بي ان بتاع الشبكه بتاعهم اجبار انك انت تنزله، عشان في ناس قالت لي امبارح فيه بيظهر لي بفلوس. انا واثق ان اصلا مش بيظهر بفلوس، ولكن نعمل ايه بقى. تمام، نزلت البي ان، نفس الكلام هتقول له اوكي، هتديله الصلاحيات. بعد كده هيقول لك اختار الحساب اللي انت كنت داخل بيه دلوقتي الجديد عشان يبدأ يفعل لك. فهتختار الحساب اللي انت كنت لسه داخل بيه دلوقتي الجديد. هنا هيقول لك اديني صلاحيه قبول البرنامج، هيحولك على الابلكيشن كالمعتاد، تدي له صلاحيه تقول له اوكي، تستنى 5 ثواني، تعمل رجوع، تقول له اوكي انا جاهز. لو ظهرت معاك تاني معناها ان هي بتاخد اكتر من وقت، يعني تستنى 10 ثواني او حاجه كده. بمجرد ما ترجع دلوقتي هتظهر معاك بالشكل ده اكتفار كوركتا منتي. تيجي هنا تقول له باموس، هترجع تاني للابليكيشن بتاعك اللي هو العادي. تيجي هنا على الاولانية من جديد، تدوس عليها، هتختار زي ما احنا متعودين، هتفتح معاك الصفحة بالشكل ده سلسة جدا. بمجرد ما تيجي هنا على اللي هي زرقاء هتدوس كده، هيبدأ يعدل معاك وتتفتح معاك ساعة ونص. طيب في خطط ممكن انت تعملها ولكن مش اكيد، هعمل لك حاجه دلوقتي قدامك ولكن مش اكيد انك انت تعملها، يعني مش اكيد ان انت تاكتفها مرتين، ممكن تظهر معاك بالحظ وممكن ما تظهرش معاك بالحظ. هتيجي تعمل ايه؟ تيجي تدي كريبتو، هتختار تظهر على اول واحده زي ما انت شايف الفري البي ان. لو ظهرت معاك فري بي ان يبقى انت هتاخد البي ان مدى الحياه، لو ظهرت معاك 2 في 1 يبقى انت هتاخدها مجاني مدى الحياه. دي تعملها امتى؟ تعملها كل يوم خميس بالليل، كل يوم خميس بالليل قبل بدايه قبل بدايه يوم الجمعه بينزلوا هنا اوفرتا، فالناس اللي هي مشتركه معانا جديد تعرف الكلام ده. هنا اوفرتات بتنزل كل يوم، كل يوم خميس بالليل قبل الجمعه. فانت لو ظهرت معاك اي حاجه من دولت لازم تاكتفها. تاكتفها ازاي؟ بتيجي عليها كده وبتيجي زي ما انت حضرتك هي اكتفار، بتقول له انا مع ما تكتفى. طبعا احنا عشان منزلين ابلكيشن هو يحولك مباشره على الابلكيشن. طيب ده كان المفروض ان انت تاخده اسكو، المفروض ان انت كنت تدفع السعر ده، ولكن كده كده هو جالك مجاني لان انت سجلت من عندنا. طيب دي مشكله ازاي تنزل الابلكيشن وازاي تفعل الباقه، ازاي تحل. فاضل معانا دلوقتي مشكله ازاي تسحب من الابلكيشن. طيب الحد الادنى للسحب يا جماعه بيكون 1000 ساتوشي، يعني طبعا لو جينا للحد الادنى للسحب تحت الحد الادنى للسحب مباشره بتيجي هنا تقول له عايز اعمل ايداع، اعمل سحب. بيحولك بصفحه زي كده زي ما انت شايف. طبعا العنوان بتاعك بتكون حاطه ده العنوان اللي هنسحب عليه زي ما انت حضرتك شايف. بتعلم انا لست ريبوت، بتختار الريبوت. انا طبعا مش هسحب عشان الجهاز ده احنا قلنا الجهاز ده هنوصله لواحد بيتكوين. وبمجرد ما بتدوس على لست ريبوت بتعمل اوكي، بيوصلك ايميل على حضرتك يقول لك اكيد للايميل اللي انت مسجل بيه، بتبقى في رساله يقول لك هل انت موافق على السحب، بتقول له اوكي موافق. بمجرد ما بتدوس، واحنا عملنا سحب قبل كده في القناه، هسيب لك الرابط اسفل الفيديو لو انت عايز تتفرج عليه، ولكن سحب جدا بسيط. بتيجي على الاداره على السحب الحد الادنى للسحب، بتقول له اوكي، بتظهر معاك الصفحه البسيطه ديت، تقول له عايز اخد الكميه كلها وتحدد اللي انت عايز تاخده.
اناليست ريبورت، هنا بتحط العنوان بتاعك لو انت ما عندكش العنوان، وهكذا السحب بيكون بسيط جدا. طيب اخر كود يا جماعه معانا عشان الناس اللي هي استنت معانا الكود، شكرا. اخر كود 5، فاحنا دلوقتي 2-2. اللي بقى حافظه يرجع بسرعه على البيج او على التليجرام يكتبه عشان يكون فايز معانا. ده طبعا كان موضوع حلقتنا النهارده، ما اعرفش ان في مشاكل تاني. لا يمكن السحب، مشكله لا يمكن السحب، انت لو وصلت للحد الادنى للسحب والتعدين مفتوح مش هتقدر تسحب غير لما التعدين يخلص، لما مدة التعدين تخلص. ده طبعا كان موضوع حياتنا النهاردة. ياريت اي حد عجبه المعلومات يعمل لنا لايك على الفيديو، لو انت جديد مشترك معانا في القناة اعمل لنا كومنت، لو انت جديد وما اشتركتش لو عجبتك القناة اشترك. يلا نشوفكم في الجديد.